ما قلت لك تركني بحالي؟ بس مرة تركتك وهالشي ضل يعذبني سنين. شو عم تعمل هون؟ شو يعني بتطيبش روحك لما تشوفه؟ لا، بس أنا كل ما عم بتذكر وبحس بنفس الوجع بجي لهون، عم حط على جرحي ملح لحتى ما أنسى لليوم وأنا عم بمسك حالي. بس رح يجي اليوم اللي رح انتقم فيه من كل شي عملوا فيني. شو هدول لسه عم يلتقوا؟ على شو عم يتفقوا؟ شو بيعرفني؟ عابدين؟ تركني بحالي، يمكن كان لازم تمسك بإيدي وقت مو اليوم. على شو عم تدور؟ ما تذكرتني ما هيك؟ لازم كون بعرفك؟ ماني مستعجل، رح خليك تتذكر. شو عم تعمل؟ لسه ما تذكرت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، شو هالمجنون؟ مروة؟ شو عم تعملي هون بهالتياب؟ أنا كنت عم وصل مريضة على بيتها وبدي أرجع على المستشفى. عايشة بحارتنا يعني؟ مين هي؟ شو بدك فيها؟ ليش عم تسأل؟ أنا تأخرت هلأ. أسعد، أسعد، استنى، خلينا نحكي قبل. راح نحكي، أنت لا تخاف. شو علاقتك بالشرطة؟ اشتكيت علينا ولا؟ يلا احكي، اشتكيت علينا؟ شو هالحكي، ما في شي من هاد. شو كنت عم تعمل مع الشرطة؟ شو هي؟ رايح عالجيش، بعد ساعتين رح سافر مشان سلم حالي للجيش. لك شو أنت عم تمزح معي؟ ما بتعرف إنه دين الإمار دين شرف؟ رح تدفع المصاري ومع الفوايد كمان، سمعتني؟ يا أما بكرة بتدفع لي المصاري أو بدك تفرغ لي البيت. أوعك تروح عالجيش قبل ما تحل القصة، أوعك، بس مشان ما تندم. أسعد، شو كنت عم تعمل عند نظمي؟ شو عم تراقبني؟ جاوبني، من إمتى عم تشوفوا بعض؟ قلي شو عم تشتغلوا؟ أنت ما دخلك. على كل حال مو مشكلة إذا عرفت، عديم هالشرف لما كنت بالإصلاحية كان عم ياخد مني نص مصروفي وهلأ أنا عم أخذ منه نص ربحه، فهمت هلأ؟ ايه، يوم إلك ويوم عليك، رح تخلص المهلة، رح تخلص، فهمت؟ أهلين يا ابني، شو صار معك؟ لازم لحق الباص بعد ساعتين. نصيب، بلكي في خير من وراها. بكفي أمي، كل ما صارت شغلة بتقولي هيك. رايح عالجيش بهالعمر وفي مية شغلة بدي حلها قبل ما أروح، ولساتك لهلأ عم تحكي لي عن الخير؟ أمي، نحن لازم نبيع البيت. إذا أنت بدك مصلحتي ردي علي، إذا ما بعناه هلأ بكرة رح يروح بتراب المصاري. اللي مشان شو بدك تبيع؟ إذا شغلة منطقية بوافق، أما لو هالسبب ما أقنعني حتى لو لمصلحتك أنا مستحيل بيع البيت. يلا قلي شو السبب، ليش بدك مصاري؟ شو بدك؟ ما بعرف قديش بدك مصاري، هدول كنت مصمدهم، قلت إذا بصير شي على غفلة إذا هدول بحلوا لك المشكلة خدهم الله يخليك. شو عم توزع صدقات على الناس؟ هيك بالعادة بسامحوك؟ خد مصاريك وتركني، بسببك أنا رايح عالجيش.
بس من هلأ لبكرة إذا ما بعت البيت ودفعت مصاري الإمارة للزلمة رح يأذيني كتير، وبدك تحل المشكلة، فهمان؟ أمي أنا آسف، هالقصة صارت معي قبل ما أفوت على السجن. أمي شفت؟ روحتك عالجيش فيها خير، لازم تروح على العسكرية يا ابني، هيك رح تخلص من هالناس. يلا ابني، يلا حبيبي، خلينا نروح هلأ نوصلك على الباص. يلا. وإذا عملوا معك أنت شي، أنت لا تخاف، ما رح أتركها لحالة. لأ شو أنت ما بتفهم يا زلمة؟ بأي وش عم تحكي معي؟ ها؟ بغيابي ما بدي إياك تجي على هذا البيت، فهمت؟ لا ما فهمت يا أخي، أنا هون عم حاول ساعدك، بقى ليش عم تتدلل؟ شيل إيدك وخلينا نقعد ونحكي منيح. وإذا ما شلت؟ ها؟ بلا ولدن يا عبدين، عم قلك عود. إيدي ابني. إيدي حكيت مع مدير المخفر، قال لي إذا عبدين عنده تقرير طبي ممكن ما يسلم حاله، ما في مشكلة، خلص رح نحل الموضوع. الله يوفقك يا ابني، عم تحمل همنا كمان. حمل شو يا خالي سوريا؟ أنا هلأ اللي بدي إياه إنه عذاب الضمير يخف شوي. طيب بالأصل ليش ضميرك عم يعذبك؟ يعني عابدين كان المفروض يروح على العسكرية من زمان. مراد، الدوائر الحكومية بتكون سكرت، بس شو رأيك يا ابني ما بكرة الصبح تبلش بمعاملة بيع البيت، بلكي بتنحل هالمشكلة، شو رأيك؟ بس ما بدي عابدين يعرف، لأني لهلأ ما فهمت ليش عم بيعاملك بهالطريقة. يعني قررت تبيعي؟ خلينا نبيع هالبيت والباقي على الله، لأنه يا ابني ماني ملاقي حل تاني غير هالحل. خالي سوريا، خالي سوريا شوفي، ما فيني شي، خلاص لا تخاف. مبين عليك تعبانة، إذا بدك طالما نحن هلأ بالمشفى خليهم يكشفوا عليكي. لا لا ابني، أنا منيحة. عابدين الحمد لله على السلامة. شكرا. اللي حبيبي في شي عم يوجعك؟ مو كتير، يلا نمشي. الحمد لله على سلامتك. شوف يا ابني، أكيد بيكون في خير من هالقصة كمان. أمي بترجاكي لا عاد تحكي هالكلمة. طيب مو أنت قلتيلي إني رح أرتاح إذا رحت عالجيش؟ شوفي هاي ما رحت عالجيش لأنه انكسرت إيدي، اشتريت بطاقة الباص، لو طلعت بالباص كنت هلا رح وصل على بوله. قلي لي وين الخير؟ لا تستعجل، طول بالك شوي، لو الواحد بيعرف وين الخير بكل قصه كان بيعمل الصح. صبور شوي، الله وحده اللي بيعرف وين الخير. الشاحنه ذات الرقم B1 4212. شو رايحين؟ ايه بدنا نروح يا بنتي، الله يرضى عليك. اثناء محاوله تجاوز السياره التي كانت امامها مروه، هذا ما حصل في الحادث حسب ما أفاد شهود عياني. عم بيقولوا إنه صارت حادثة بين سيارة وباص بالمخرج تبع اسطنبول على طريق بولو، حتى الباص ما كان صار له ساعة طالع من هون. شوفوا الباص اللي كنت رح أركبه، لو ما انكسرت إيدي كنت رح أطلع فيه. شوفي على هالنصيب، رب العالمين حماه من الموت. اي والله. وهلا مروه خانم، خلصتي الدوام؟ اذا بدك تروحي على البيت ممكن اتمشى معك؟ تفضل، بس استنى لحضر حالي. مروه ما بدك تحكي لي؟ على شو؟ انا قلقان عليك كثير، صار لك يومين مو على بعضك وما عم تحكي، اذا الموضوع بيتعلق بالخطبه ممكن ناجل الموضوع. ليش لحتى اتضايق من الخطبه؟ بالعكس، بس ما بدي احكي بهالموضوع. طيب مثل ما بدك، بس اسمعيني يا خانم، لما رح نجي رح يكون الخاتم معنا، وإذا وافق أبوكي فوراً بنلبس الخواتم، وبعدين يكون بعلمك أنا ما رح اسمح لك تخبي عني أي شيء حتى لو كان صغير، اتفقنا؟ ماشي. مراد، شوفي عم تستنيني؟ اي عم بستناك من ساعة. وليش ما اتصلتي؟ شو بعرفني؟ قلت اكيد رح ازعجك.
إذا عندك وقت ممكن نحكي شوي؟ طيب احكي. إذا بدك تضلي هيك ما رح نخلص للصبح. شو القصة؟ لو بعرف كنت بلشت، بس ما بعرف الموضوع. القصة هي ها؟ القصة أنت مراد. أنا ما بعرف شو رأيك بكل شي بعمله. يمكن بتزعل مني، يمكن ما بتعود تطيق تشوف وشي، بس الإنسان بيتغير وأنت بتعرف هالشي منيح. أنا ممكن أتغير، بس بدي إياك تعطيني فرصة. فرصة شو يا سونا؟ يعني إذا بدك تتغيري تغيري، أنا شو علاقتي بالموضوع؟ أنا بدي أتغير مشانك أنت. وأنت هلأ بدك تروح تخطب مروة، انسى كل شي صار وعطيني فرصة. سونا خلاص، ما عاد بدي أسمع. هذاك الدفتر خلاص سكرناه. أنا هلأ عم بفتح صفحة جديدة، وبنصحك أنك تعملي نفس الشي. لا تتغيري مشاني، أنا تغيري مشانك. لأنه من وقت اللي طلقنا صار من سابع المستحيلات يكون لنا مستقبل مع بعض. هذا اللي ناقص. يعني انت كسرت ايد رفيقك اللي رح تطلب منه السماح؟ لما بنحكي هيك ببين الموقف كتير سيء، بس مو هيك صار. يعني ما كان بقصدي. ما اس الا يكون بقصدك. ماما ملك سمعت شو قال؟ شفتي عمو مراد شو عمل؟ ليش هيك عم تعمل؟ يعني ما رح نقدر نحكي انا وياك حكي رجال؟ لو انا كسرت له ايده لرفيقي ما كنت رح تقول لماما ملك؟ كنت بقلها، بس انت صغير. انت بعين ماما ملك صغير. حبيبي رأفت، يلا قوم، صار وقت النوم. على غرفتك حبيبي. يلا. حاضر ماما ملك. حاضر ماما ملك. امشي. تصبحوا على خير. وانت من اهل الخير يا عمري. وانت من اهل الخير يا رأفت بيك. شكرا كتير يا عمو مراد بيك. مراد خذ هذا وخلي معك، إذا بدنا نهديها شي أنت بتلبسها إياه. ماشي، لا تنسي تذكريني أخده معي. عن جد ما بقي إلا يومين. الحمد لله أني مشغول بقصة السماح، مشان ما أتوتر أكتر من هيك. نسيت، بكرة الصبح بكير لازم فيق مشان خلص موضوع بيت عبدين بالطابو. ممكن تفيقيني؟ ابني، أنت فكرت شي برأفت؟ يعني لنفترض أنك تزوجت مروة وأنا ما قدرت أعتني برأفت لا سمح الله، أنت بتقدر تاخده مشان يعيش معك؟ أمي أنت ليش عم تفكري بهالشغلة؟ أنا عم أقول لا سمح الله ومو هيك قصدي، بس عم بسألك لو اضطرينا مثلا. أي طبعا شي أكيد، رأفت أماني برقبتي، بس من وين خطر لك هالشي؟ ما عم بفهم. ما حكيت أي شيء خليك تتوتر. اسمع، إذا هيك بفيق رأفت مشان يحكي معك. لا مشان الله، خلص هديت. أنا من الصبح عم أقول لا تسأل يا عاصم، لا تسأل يا عاصم، بس أنا كمان إنسان يا بنتي. إيه شو هالحالة اللي أنت فيها؟ احكي لي هلأ شو القصة؟ اسمعي، إذا ما بتحكي لي رح أعرف من مراد وحياتك. بابا، ممكن ما نحكي بهالموضوع؟ طيب طيب طيب، تصطفلي، ما رح أسألك شي بعد هلأ. طيب ماشي، بس سؤال وبس. يعني فيكي تقولي لنفترض أنا وافقت إنكم تتجوزوا، عم بفترض، ولنقول إنه كل شيء مثلاً اتطور بشكل طبيعي وتجوزتوا، راح تعيشوا هون عنا بالبيت ولا ببيت الست ملاك؟ إيه طيب، ما بيقدر واحد يسألك شيء.
عيب عليكي. هلا كيف بدي اخبر الخالة سوريا بهالشي؟ اجا النحس مرة تاني لنشوف هالمرة شو المشكلة اللي رح يجيبها. يا ابني تعال مراد عود افطار معنا. افطرت خالي يسلموا ايديكي. شو صار معك احكي لي. خالي سوريا ممكن لحظة؟ ايه طول بالك استنى. شو عم تخبص انت؟ بسيطة بالاخير بده يعرف احكي لي. بصراحة مشان بعت البيت الصبح رحت على البلدية. سألت عن وضع البيت وكمان عن الأسعار بالمنطقة. ايه اللي صار انه مبارح طالع قرار بالنسبة للمنطقة بدهم يستملكوا البيوت، بس لهلأ ما حدا بيعرف شي. ما علينا اكيد في خير من هالشغلة. امي البيت طار من ايدينا وانت عم بتقولي خير؟ لو انك معاندتي وبعنا البيت كان هلأ معنا شوية مصاري. ابني لا تتسرع بحكمك، أصلاً مين بيعرف شو اللي الله قاسم لنا إياه؟ وما بتعرف ممكن يكون الخير بإنه ما يكون معنا مصاري. عبدين تركني بحالي، الزلمة بسببك عرف كل شيء، لك حاجة تجيب لي مشاكل بقى بكفي انقلع. لا تخافي ما بيقدر يعمل شيء. لك شبك البيت طار ما هيك؟ أسعد لا تخبص رح أدفع لك. إذا البيت طاير كيف رح تدفع لي ولا؟ ليك أنت كتير طولت، إذا ما عندك مصاري ما في داعي تعيش. بس لو ما كان في ناس كنت قتلتك هلأ. رح أمهلك لنص الليل يعني ليخلص هذا اليوم، وإذا ما جبت المصاري أنا بيجي لعندك. راحوا خالي سوريا لا تخافي، أكيد في خير من هالشغلة كمان. عبدين لوين راح؟ فوت لجوا ولا خير. شوفي لك شبك شو صاير لك؟ طلع بعيوني لك طلع كأنك لسه ما تذكرتني. عبدين مراد اطلع ولا تتدخل، بدي خلص عليه بيستاهل. رح تقتله على الفاضي، ليش تخرب حياتك مشان واحد ما بيستاهل؟ قال يعني حياتي ما خربت؟ اصلا ما خربت الا من وراه. انت سرقت عمري وسودت لي عيشتي يا حيوان. عبدين فكر بأمك، ما بحق لك تخليها تحزن. تريك هالسكين الله رح يعاقبه، حرام عليه، مو مشانه بس مشانك، مشان الله تركها. هي هي العدالة؟ لك تطلع بحالتي يا تافه، هي عدالة؟ أنا دفعت ثمن كل غلطة بحياتي وهالكلب ما رح يدفع شيء. ما في حساب بيضل مفتوح، إذا ما بتآمن بالله قتله، وإذا كنت بتآمن لازم تعرف إنه كل واحد منا رح يدفع الثمن هلأ أو بعدين. رح أرجع لك صدقني، رح أرجع لك. شوف هالولد قليل اللي عملته فيك، بس بسيطة إذا برحمك مرة تانية. العمى شو حقير، والله طلع من حظك إني تبت، وإلا ما كان حدا خلصك مني. بس والله بتستاهلوا لهالكف.
ألو نعم. خالة ملاك، أنا مروة. كنت رح أتصل فيكي هلأ. كيفك؟ منيحة الحمد لله. خالة ملاك، حكيت مع رفيقتي، قالت لي بكرة بتطلع نتيجة الخزعة، بس ما بتعرف إمتى. هي رح تخبرني أول ما بتطلع. طيب شو فينا نساوي؟ بدنا نستنى؟ إذا صار معي شي فورا بخبرك، يا أما بحكي لك بكرة المساء عنا بالبيت إن شاء الله. إن شاء الله يا بنتي. شكرا، الله يوفقك يا رب. يسلموا على تليفونك. الله يسلمك، شوفك بخير. مع السلامة، الله معك. ابني، شو اللي بدك تعمله بهاد؟ ما بقدر ضل قاعد وعم بستنى أسعد لحتى يقتلني، خليه يجي. يعني ما بيكفي يلي صار معنا؟ ما بيكفي عمرك يلي ضاع بالسجن يا ابني؟ من الوقت اللي سرقت فيه عرباية الفواكه وانت عم تمشي ورا الناس اللي مانن مناح يا ابني. شوف مراد، اللي قديش صار لهم بعيد عن المشاكل، وهلأ كمان عم بيحاول يبعد عنا. هو كمان غلط كتير، بس بعدين تاب لالله. امي بكفي، مراد وقتها كان معي، انا وحبيب قلبك مراد سرقنا عرباية الفواكه مع بعض. بس شو الفرق بيناتنا بتعرفي؟ هو خلص حاله وانا ما قدرت، هو ما راح على الاصلاحيه وانا رحت لحالي. خالي سوريا، ما قدرت أحكي، والله ما قدرت. خالي سوريا، خالي سوريا، تعي عدي شوي، عدي. شوفي بشو حاسة هلأ؟ معك شي مرض؟ السنة الماضية قالوا لي إنه في شريان بالقلب ضيق ولازم يتوسع، بس بده عملية وأنا ما عندي تأمين صحي ولا عندي مصاري، ما عندي غير هالبيت، وهالبيت حقه لابني. ما قدرت قله، ما كان بدي اياه يزعل. مراد لا تخبره بهالشي، ما بدي اياه يغلط مرة تانية. قلت انك لما طلعت من الاصلاحية كنت بتكره كل الناس بهالدنيا ما عدا امك، بس انت فكرت شي مرة انه اكتر شخص تضرر منك هي امك؟ شو عم تخبص؟ انت شو؟ الخالي سوريا كتير تعبانة، قلبها يا دوب عم يخفو، ولازم تعمل عملية فورا، بس هي ما خبرتك مشان حضرتك ما تبيع البيت، بس مشان ما تبقى بلا بيت. إلا لأمي تحضر حالها، بعد شوي رح جيب المصاري، رح أخذها على المشفى ورح تصح والعملية رح تصير. هات مصاري، هات مصاري. ولك مصاري شو بدك؟ خلصني يا كلب، دير بالك تطالع كم قرش. طالعهم كلهم من شان أمي ومن شاني ومن شان أسعد. طالع كل شي عندك يا أما بخلص عليك هلأ. عبدين يا ابني ست أمك، وهات مصاري بسرعة. ما في، ما معي مصاري، والله ما معي مصاري. سكوت، لا تلفظ اسم الله على تمك. هذا عنوان بيتي، قبل نص الليل بدك تجيب لي المصاري وكترن على قد ما بتحب حالك، وإلا رح تتعذب.
سيدي ما بدك تحكي شيء؟ يعني شو بدي احكي؟ طيب هلأ ببعت كم واحد لعند عبدين، إذا حكى أي شيء بنجيب أسعد وهون منعرف كيف نتصرف معه، بس إذا ما رضي يحكي مرة تانية زنبه على جنبه مو هيك؟ تمام سيدي، الله يسلم هالإيدين. شكرا، الله يسلمك. بعد ساعة أنت كمان كون هنيك. تؤمر سيدي، رح كون. على هالبني آدم، تعرف إنه بكرة على أساس بده يجي مشان يخطب ولهلأ ما حكى ولا كلمة؟ لو إنك مكانه كنت من الصبح عم تمسح لي جوخ، ما هيك؟ مروة؟ خير، من وين جاي؟ بلوة، قصة طويلة، في عندي وقت 4-5 دقايق، قلت لحالي بشوفك. متوترة شي؟ مشان بكرة؟ هو ما صار فرصة لأتوتر. أنا كمان نفس الشي، بس هيك أكيد أحسن. ما خبرتك إني بكرة رح أجيب الخاتم معي؟ يعني إذا أبوك وافق منلبس الخواتم، لأنه أمي هيك رأيها. إن شاء الله. طيب أنا رايح، يلا بخاطرك. مراد، معلش تدعي؟ طبعا، بس لشو بدي أدعي؟ يا رب تشفي خالي ملك. ما راح تقلي لوين رحت يا ابني؟ الله بيعلم بكل شي يا عابدين، راح تشوف كيف كل شي راح ينصلح بإذن الله. شو؟ جايب لي مصيبة جديدة معك؟ عابدين، هدول الشرطة جايين معي بس مشان يساعدوك، أرجوك لا تعاند، احكي كل شي بتعرفه عن أسعد، وين ساكن وشو بده منك. يلا. ايوة، بس لحظة، هذا سلاح معك رخصته؟ مرة تانية خربت كل شيء. انت كانت نيتك صافية وما في داعي تلوم حالك، بس انا متأكدة انه في خير ورا هالشغلة. يمكن لو ما فات على السجن كان قتل اسعد، يا اما اسعد كان قتله. ما علينا خالي سوريا، انت جهزي حالك مشان نروح، ما بدي اسعد يجي لهون ويعملنا شي مشكلة نحن بغنى عنا. يلا. ما شاء الله عن جد حلو كتير. أمي اللي عطتني إياه، هو اللي بقي له من أمه. إن شاء الله رب العالمين بيتمم على خير. آمين. رح أصب شاي مرة تانية. مراد، أمك مانا مريضة مو هيك؟ لا، ليش هيك فكرتي؟ ما بعرف، بس مبينة تعبانة. ما لاحظت هيك شي؟ يمكن لأنه بكرة بدنا نروح نخطب بتكون متوترة شوي. خليني أخده معي، بعمل له تنظيف صغيرة مرة تانية، بيكون أحسن. خالي سوريا، شو رح يصير هلأ؟ بكرة الصبح منروح على المغفر ونحكي مع المدير، لنفترض أنه أخلى سبيله لعبدين. وقام راح على البيت، بس الزعران لساتهم عم يستنوه. لساتك لهلأ عم تستعجل بالحكي، استنى شوي، خلينا نشوف الله شو كاتب لنا، للصبح ربك بيفرجها. ما اختلفنا، الله بيفرجها ونعم بالله. أنا شكلي ما لازم أحكي شي مرة تانية، منيح؟ إن شاء الله خير. قال خير لك. أنا خير أمي، وإنت يا مراد ذبحتني، ما رح سامحك أبدا. لا، ما رح سامحك. ما في حدا، ليكون هرب هذا. لسه في شوي لنص الليل، إلا ما يجي هالغبي. خود هدول، جيب شوية مشروب، هون المنظر كتير حلو، خلينا نسكر هون، خلينا نشرب بصحة بيتنا الجديد. حاضر معلم.
ليش عم فكر كل هالقد؟ لك إذا صرخت عليه راح يخاف مني، وكمان بدي أعطيه مصاري. أما إذا كان بده يعاند بحكي معه بالطريقة اللي بيفهمها، مثل ما حكيت معه هو وصغير. شو يعني ما في حدا؟ ليكون فخ؟ هذا الولد عم بيخبص بس بشو؟ إذا ما خلصت من هالمشكلة الليلة أكيد رح يتبلاني. معلم شو كأنه إجا؟ شو عم يصير؟ المرة الماضية تركناه، شو صار؟ كسرتوا ايده وجبتوه. الزلمة ما سلم حاله لقطعته كمان، وانا تجاوزت هالشي، بس هالمرة انقبض عليه ومعه سلاح مو مرخص، وفوق هاد صاحب سوابق. يا سيدي الله وكيلك، انا ما عم دافع عن الشي اللي عمله، بس عابدين للامانة يعني شو بقبضاي؟ لو بتعطيه الفرصة رح تشوف كيف بده يعقل. خلي المحضر مفتوح، والله العظيم إذا رد غلط أنا بإيدي رح جيبه لعندك. لا تتطلع فيني هيك، مراد بالزور لحتى جابني لهون، إذا بتطلعه أكيد رح أفرح، وإذا ما طلعته كمان يعطيك العافية، أكيد بيكون في خير من وراها. إن شاء الله رؤي خالي سوريا، على القليلة بلا هالحكي، يعني أنا عم حاول أقنعه وإنت بتنزعيها. خلص طيب طيب، رح أخلي سبيله، بس أوعى تفكر إنه مشان هالمرة يلي بوشة نور. بس بقى إذا بيعمل شي عملي أو إذا بينبلى بأي بلوي، مو بس رح أحبسه لحاله، أنت رح تكون معه، وما رح أسأل عن موضوع الليلة نوب، ما رح أسأل. شو ما بعرفك سيدي. يعطيك العافية، مشان الاستملاك؟ لا، لغوا لقرار الاستملاك، الجماعة اللي فوق قرروا شي تاني. صحيح، انت من وين عرفت بموضوع الاستملاك؟ مرة تانية طلع معك حق. يعطيكم العافية. هلا الله يعافيك. شو كأنك ما قفلتي الباب؟ أنا قفلته بس أمي أنت استني هون. ابني انتبه على حالك. دكتورة
طلعت تحليلات الخزعة؟ لا لسه حبيبتي، بس حتى لو تأخرت أكثر من اليوم بالليل مستحيل. أنت اصبري شوي. صحيح المريضة هي شو بتقربك؟ إلا ما قابلك وأنت لحالك. إيه سيدي، نحن هلأ عم ننقل الجساس. وعسى أن تكرهوا شيئاً. أنت لسه معناك مصدق؟ حاضر سيد. يا خالي سوريا، هلأ أنت صبرتي لهي اللحظة وما حكيتي شي مع أنه مبين كنا عم نتمسخر. ما بصير إلا ما تخجلينا. نحن يا خالي ما نفهم هيك، هلأ يعني عم نبلش نفهم. صبري علينا. ممكن نحكي؟ عابدين، بعرف انك زعلان مني. المشكلة بعرف انك على حق، فهمنا، ما رح تسامحني كيف ما كان، بس امك لازم تعمل العملية. هي ما رح ترضى تاخذ منك مصاري مو معروف جايبة من وين. خود هاد، هاد الخاتم كنت جايبه مشان خطبتي، بس أنا فيني أجل الخطبة، بس عملية أمك ما بتتأجل. خد هلأ، لا تعمل اللي فيها كبير، نحن رفقات طفولة. لا نحن لساتنا رفقة. لا تخاف، إذا أنا ما دبرت مصاري العملية بالحلال أكيد رح أجي لعندك. على عيني. طيب هلأ رح تسامحني بحقك؟ يعني انت هلأ عم بتعذب ضميرك على الفاضي. يا اخي رفيق هو اللي بيحمل على رفيقه. انا مسامحك، مسامحك بكل حق اللي عندك. يا معلم، ممكن تعيرني قداحة؟ أول ما بتطلع التحاليل بتتصلي فيني ماشي؟ إيه؟ سمعت إنه المسا رح تطلع. طيب حبيبتي أنت لا تشغلي بالك، روحي هلأ مشان تحضري حالك، يعني اليوم يومك وأنت لساتك هون. طيب بخاطرك. استني شوي يا أنسي مروة، صرتي عروسة بدك تروحي، بس هلأ ما ودعتيني. ما فهمت. نحن لازم نحكي، تعالي شوي لنقعد. هلأ مالي فاضية، لازم روح على البيت، في عندي كم شغلة، ما تواخذيني. ما رح تروحي لأي مكان قبل ما تسمعيني. تعرفي إني كنت جنب الزلمة بأسوأ أيامه، يعني أنا أخذ العذاب وأنتي تاخدي منه السعادة وبس. يا بتحطي عقلك براسك وبتتركي هجوازي. وقال له والله بدك تحاربيني طول عمرك. لا مراد، ولا أنتي ولا أمه المحترمة الست ملك رح تعيشوا مرتاحين، عم تفهمي؟ والله أنا مالي مضطرة جاوبك، بس لا مراد ولا الخالة ملك رح تفرق معه شو ما عملتي، لأنه يا ست سونا كل واحد بيلاقي الشي اللي بيستحقه، ومشان المحاربة تبعك ما بقدر أمنعك. بس ما تواخذيني، أنا ما عم حاول أخذ مراد، أنا عم حاول إني ليق بمستوى. الله يطعمنا كلياتنا شجاعة مراد لحتى نقدر نواجه أخطائنا. آمين. ماما ملك كيف طالع؟ خليني شوف. طالع حلو كتير. عمك مراد بحبك كتير، بتعرف هالشي؟ بعرف ماما ملك، أنا كمان بحبه كتير. رأفت، إذا صار لي شي بيوم الأيام أنتو اتنين أمانة عند بعضكم، اتفقنا؟ أمي، نحن رايحين نخطب، مالنا رايحين على حرب. ليش هيك عم تحكي؟ اهدي شوي، بيناتنا ما حدا عنده عقل براسه غيرك. ايه وانا كمان. طيب فهمنا. أي. خلينا نطلع شرف. سرعة رح نتأخر. خود هاي. شش. كيف طالع انا؟ حلو كتير عمو. يلا
مروة، عم قول لحالي لو ما شلحت بدلة الشرطة يمكن إذا مراد شافني بالبدلة هلأ ما يسترجي يطلبي كتف إس الخطبة. خلص بابا. لا إله إلا الله، شبك يا بنتي؟ شو الجماعة جايين يخطبوني ولا يخطبوكي أنتي؟ أساساً أنا اللي لازم كون قالب وشي مو أنتي. ما بقدر أحكي بابا، والله ما فيني، ما بقدر أقول غير أني عم بستنى خبر منيح. بصراحة كنت رح أجي المرة الماضية بس كان عندي وظائف، إن شاء الله لما أكبر أروح بدي أطلب شي بنتي مشان أخطبها وما يكون عندي وظائف، لأنه إذا ما رحت مشان الوظيفة بيكون عيب كتير مو هيك؟ على الأغلب عمو مراد بيطلب بدالي بس ما يكون عنده شغل. لو بتشوف في غرفته بالبيت قديش في ناس لازم يطلب منهم السماح. آه شو عم تعمل؟ وجعتني. بنتي عادي، عيب عنا ضيوف، معليش خليه يرن. لحظة بابا، هالتليفون مهم كتير. بالله ما تواخذونا يا جماعة، ما عم بفهم هالخطبة كيف ماشي. على أيامنا ما كانت تصير هيك قصص ولا شو معلم إبراهيم؟ طلع سليم. مين يلي طلع سليم؟ الحمد لله، شكر لك يا رب. أستغفر الله، خير شو عم بيصير؟ إذا حدا منكم فهماني فهمني. أنا كنت متأكد إنه ما رح تكمل، أنا صار لازم إني أحكي وخلص الموضوع تبعنا بسرعة. لو سمحت يا سيدي باختصار شديد، بقدر نادي لك عمي؟ يعني على سنة الله ورسوله. هذا هو، وقفونا الحرامي، امسكوا له ابن الحرام. تعولة، لوين بدك تروح؟ انت عم تسألي هالسؤال؟ نسياني شو عملتي معي لما اجيت من زمان؟ رح ارجع بترجعكي تلاقي المرة وابني. انا عم بترجعكي؟ الظاهر انه نحن استعجلنا بقرارنا. مزبوط يا مروة. كيف بدنا نتأكد الولد ابن مين؟ هلأ منحكي مع المرأة، وإذا ما رضيت تحكي مناخد شعره من أمير ومنحلل الحمض النووي. أوف أوف، شو هالتكنولوجيا؟ انتو ليش عم تهربوا؟ نحن ما عم نهرب ابني، وأمير منيح لا تقلق، يلا رجع على المدرسة، يلا يلا ابني. أمير بيكون ابني، ابني من دمي ولحمي. أنا بعرف، بعرف إنك درتي بالك عليه مثل أمه بالضبط، بس بترجعكي رجعي. ألو، الله يخليكي رجعي لي ابني.